مرحبا فيكم بكوميكولوجي بالعربي، الصفحة اللي بتهتم بأخبار عالم الكوميكس وبالعربي. حلقة اليوم فريدة من نوعها، بدأت فكرتها لما قررت أبحث بتاريخ المكتبة الخضراء، بس البحث تفرع جدا فتحولت الحلقة لتاريخ وتدوين سلاسل كتيرة، منها المكتبة الخضراء، مغامرات بوليسية للأولاد، تانتان وغيرهم من السلاسل اللي صاغت عالم أدب الطفل والقصص المصورة بالوطن العربي. حلقة هالمرة تاريخ إصدارات أدب الطفل لدار المعارف بمصر. مرحبا فيكم بكوميكولوجي بالعربي، الصفحة اللي بتهتم بأخبار عالم الكوميكس وبالعربي. قبل ما نبلش بحب ننوه أنه كل حقوق البحث والنشر محفوظة. إنتاج هالحلقة كان تحدي كبير بسبب قلة المصادر والمقالات المكتوبة اللي بتوثق إنتاجات الدار بأدب الطفل بشكل خاص. لما بدنا نوثق إنتاجات دار ما أو مطبوعاتها بأحد المجالات، لازم نبدأ أولاً بشرح تاريخ هي الدار. دار المعارف واحدة من أهم الدور اللي اهتمت بوقت مبكر بعالم أدب الطفل العربي، سواء عن طريق دعم وترجمة القصص المصورة أو عن طريق دعم الكتاب وتبني نشر سلاسل عربية أصلية. دار المعارف تركت بصمة كبيرة وواضحة بعالم القصص المصورة العربي، سواء الأصلية أو المترجمة. دار المعارف تأسست سنة 1890 على يد صاحبها نجيب متري بالاشتراك مع جورجي زيدان. هالشراكة ما انكتب لها عمر طويل، حيث التغت وأسس جورجي زيدان مكتبة الهلال وبدأ بإصدار مجلة الهلال، بينما نجيب متري أنشأ مطبعة المعارف. بدايات دار المعارف كانت متواضعة، حيث كانت مطبعة تجارية بطابق أرضي من بيت بشارع الفجالة. سنة 1910 تحولت المطبعة الصغيرة لدار نشر كبيرة، أصبحت تعرف بدار المعارف للنشر ومكتبة دار المعارف. 1 مارس سنة 1950 شفيق نجيب متري كمل مسيرة والده بتطوير الدار جنبا لجنب مع الأديب عادل غضبان، ارتقوا بمسيرة الدار لعصرها الذهبي لتصير الدار من أعلام دور النشر بالوطن العربي. سنة 1963 تم تأميم دار المعارف. مساهمات دار المعارف في مجال أدب الطفل والقصص المصورة العربية عريق جدا وجوهري. الدار واحدة من أهم من قام بدعم وتمكين القصة المصورة العربية. اهتمام دار المعارف بأدب الطفل بلش بأوائل الأربعينات، حيث تعاونت الدار مع رواد أدب الطفل منهم كامل الكيلاني ومحمد عطية الأبراشي ومحمود سالم. كما حرصت الدار على أنه تتعاون مع أهم الفنانين التشكيليين بعالم الطفل منهم حسين بيكار، حجازي، مصطفى حسين، حلمي التوني وغيرهم. من أوائل الناشرين بحق الأدب الطفل بدار المعارف رائد أدب الطفل كامل الكيلاني سنة 1927 بسلسلة سندباد البحري. نشر أيضاً مجلة أولادنا سنة 1948 مصحوبة برسومات حسين بيكار اللي كانت من أول اشتراكاته بدار المعارف. سنة 1952 صدرت مجلة سندباد، مجلة الأولاد في جميع البلاد، كانت تصدر أسبوعياً كل يوم خميس برئاسة تحرير سعيد العريان ورسومات حسين بيكار. لاحقاً شارك بالرسومات زهدي وكمال الملاخ وموريلي وكامل مصطفى. كانت القصص اللي بتنشرها المجلة تصاغ بأسلوب أدبي راقي ومشوق جدا. كانت المجلة تحرص على نشر قصص عربية وقصص من الأدب العالمي المترجم، وكانت أيضا تنشر قصص مسلسلة على عدد من الحلقات. المجلة أصدرت آخر أعدادها 7 يوليو سنة 1960. ب13/4 سنة 1954 المكتبة الخضراء أصدرت أول طبعاتها بعنوان أطفال الغابة بقلم المبدع محمد عطية الأبراشي. السلسلة كانت مجموعة من القصص الخيالية الموجهة للطفل. تميزت الطبعات الأولية بلغة فصيحة جداً، الحبكة القصصية الجميلة والشيقة، ومع أنه السلسلة موجهة للطفل إلا أنها لم تقدم أي تنازل لغوي أو أدبي. كل قصة كانت تتكون من 47 صفحة مدققة لغوياً بالتشكيل والإعراب الصحيح، وتحتوي على لوحات فنية رائعة. حالياً ما زالت سلسلة المكتبة الخضراء تطبع، حيث وصلت لـ80 عنوان. قد نسخ الـ38 الأولى واحدة من أعمدة المنشورات في البلاغة اللغوية وجمال اللوحات الفنية من كلاسيكيات أدب الطفل العربي. دار المعارف أيضاً ساهمت بنشر سلسلة مغامرات بوليسية للأطفال اللي بتنعرف بسلسلة المغامرين، سواء كانوا 5، 4 أو حتى 3. كانت أولى لغز الكوخ المحترق لسنة 1968 بقلم محمود سالم. بدأ محمود سالم السلسلة بترجمة أعداد من السلسلة البوليسية باللغة الإنجليزية اللي كان اسمها Five Find Outers،
أو كاشفوا الأسرار الخمسة. تشابهات بين السلسلتين واضح، من المفتش فرقع لتختخ. المغامرين الخمسة اصطحبونا معهم بمغامرات متعددة، حيث بدأ محمود سالم بصياغة وكتابة حبكات القصص ونشرها مع دار المعارف بشكل شهري لحتى سنة 1972 لما توقف عن عمله مع الدار وانتقل إلى لبنان. السلسلة عادت للنشر مع دار الشروق سنة 2010. دار المعارف كان لها دور محوري بحركة نشر القصص المصورة المترجمة. من أهم الترجمات كانت سلسلة تان تان اللي كان لدار المعارف الأسبقية بالتعاقد مع الناشر البلجيكي كاسترمان لترجمة ونشر سلاسل تان تان سنة 1977. دار المعارف كمان لها مجموعة مطبوعات كوميكسية مترجمة مثل لوكي لوك، أستريكس، كمان قصص عالمية للأطفال، مغامرات مثيرة وغيرهم. لدار المعارف فرع وحيد حالياً وهو في مصر، حيث تم إغلاق جميع مكاتب دار المعارف خارج مصر. هي كانت حلقتنا هالمرة، بتمنى تعجبكم. مصادرنا تنوعت وتعددت بهالبحث. بعض المصادر كانت مقالات مستقلة أو أفراد وجامعين للكوميكس. بحب أتشكر كل اللي قدم لي مساعدة ولو صغيرة لإنجاز هالبحث. ياريت تتركوا لنا تعليقاتكم عن موضوع الحلقة، واشتركوا بقناتنا على اليوتيوب لتوصلكم كل الفيديوهات الجديدة، وخليكم على تواصل معنا على الفيسبوك. كنت معكم من كوميكولوجي بالعربي، شكرا لوقتكم.